اتفضل الشاي. يزيد فضلك يا فندم. انا عرفت من الوالده ان الشقه هتوضع الشهر اللي جاي، وفي الحقيقه انا جاي عشان عاوز اجرها. اوكي مبروك. باشمهندس حسن ما اتكلمناش في التفاصيل. الشقه ب 2000 جنيه في الشهر وبتدفع شهر تامين، ده اللي انا اعرفه. باشمهندس حسن، هو انت بتشتغل ايه بالظبط؟ باشمهندس حسن هبقى بشتغل ايه؟ عندي ميكروباص. وكمان دمك خفيف. لا انا اقصد يعني تخصصك ايه في الهندسه؟ مهندس طيران. انا مهندس طيران بس حاليا ما بشتغلش. ليه؟ ظروف. تقدر تقول كده ان انا يعني خليه بره، خليه بره عشان صوتي يبقى واضح وهو بيتسجل. بس انت بقى هتسجل ان الشقه ب 2000 جنيه في الشهر ولا هتسجل لي ان انا مهندس طيران؟ لا في الحقيقه عشان انا انت دكتور غبي. ايه؟ هي تقول لي روح لدكتور نفساني فانا ارفض، فتجيب لي الدكتور لحد هنا على انه واحد جاي ياجر الشقه، الشقه اللي انت ما اتكلمتش عنها قد ما اتكلمت عني. يا باشمهندس انت فاهم غلط. انت اللي غباءك صور لك انك ممكن تضحك عليا، بس انت ما بتعرفش تضحك على حد لانك مفضوح. طريقتك بايخه ونظراتك ليا بايخه، انت مش انت بتبص لي على اني واحد عيان، ها؟ مش واحد جاي ياجر الشقه. هي ما قالتلكش ان انا عمري ما قعدت مع حد علشان ياجر الشقه؟ اتفضل من هنا لو سمحت، اتفضل امشي، اتفضل اتفضل. ايه يا حسن بتزعق كده ليه؟ كويس انك جيت يا بابا، تعالى شوف ماما وتصرفاتها. يا بالي دكتور نفساني يعالجني وبتقولي عليه واحد جاي ياجر الشقه، بتستغباني؟ هي امك دايما كده، ما تجيش دغري ابدا. وحتى الدكتور اللي جاي يعالجك يبتدي علاجه بانه يخدعك. يعالجني من ايه يا بابا؟ انا مش عيان. انت فاكراني اتجننت وجابالي دكتور نفساني؟ كنت فاهم ان هم مشوني من الشغل علشان كده تبقى غلطانه. انا سبت شغل بمزاجي علشان انا عاقل مش مجنون. كفايه بقى، حرام عليك، انت عايز تموت وتموتني جنبك؟ انا كمان نفسي يبقى كفايه. انا مش عارف انتوا شايفيني عاقل ولا شايفيني مجنون. انتوا ساكتين ليه؟ محد يرد. ما ترد عليها بابا اقول لها انتوا شايفيني عيل ولا شايفيني مجنون؟ كفايه بقى يا حسن، حرام عليك، سيب ابوك في حاله بقى. انا بساله. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. لا تسكت. لا تسكت. اسكتي. ابوك مات، تقدر تقول لي هو فين؟ اسكت. هو فين؟ اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. انت ليه ما بتردش؟ ابوك مات يا حسن. تفتكر يا دكتور انا اتسرعت لما قلت له ان ابوه مات؟ كده كده كان لازم هيعرف. الموضوع مش سهل، موت ابوه عمل له صدمه كبيره. مع انه كان اتحسن قوي. ما تقلقيش عليه، ابنك ذكي جدا وذكاؤه ده هيخليه يقرب من الحقيقه بسرعه.
بس ربنا يستر من ذكائه وما يستخدموش بالعكس. ازاي يعني؟ النوع ده من الفصام بيخلي المريض يتعايش مع ناس بيخلقهم في خياله، بيتعامل معاهم ويكلمهم بشكل طبيعي جدا، بس غالبا ما بتكون الشخصيات دي شخصيات سلبية لأنها بتدفع المريض إلى إنه يؤذي نفسه. حالة حسن مختلفة تماما لأنه خلق في خياله شخصية كانت موجودة فعلا وبيحبها اللي هي أبوه، شخصية إيجابية، ولا يمكن خياله يهيئ له إن أبوه ممكن يأذيه. طب والحل إيه دلوقتي يا دكتور؟ عارف يا حسن، كنت دايما أسمع الناس وهم بيتكلموا عن علاقة الابن بأبوه، لكن عمري ما فهمت الكلام ده لحد ما خلفتك. حسيت إنك المصغر بتاعي، بواقي وقعت مني، وأنا كنت أقرب لك من أمك بكتير وهي كانت تتجنن. يعني أنا ربي ودادي وأكل وأنت تيجي آخر النهار تاخد الحب على الجاهز؟ سنين وأنا شايفك بتكبر قدام عينيا. اللي بيضحكني بيضحكك واللي بيزعلني بيزعلك. بتحب اللي بحبه وبتكره اللي بكرهه. نفس العادات، نفس الاهتمامات. وطي الصوت ده شوية يا حسن. وطي يا حسن الصوت. ولد وطي الصوت، أنا بتكلم بقولك. And if it's real, well, I don't want to know. Memories, they can be inviting, but some are all together. رايح فين يا حسن؟ فرح. فرح مين؟ واحد صاحبي معايا في الشغل اللي انت مش عارفاه. ايوه صاحبك ده، يعني اسمه ايه؟ ما تخافيش، انا ما اتجننش للدرجه دي عشان انزل اروح افرح ناس ما اعرفهاش. مفيش اخبار عن فريده؟ كلمتش بقالها 5 أيام. طب عشان خاطري خلي بالك من نفسك. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. Not happy.
حسن اخباره ايه؟ ليه عملتي فيها كده؟ صح، اللي بين الحب هما اللي بيحبوا بعض، بس انتي قلتي غيرة أو أنانية أو شك، انما ما قلتيش خيانة يا فريدة، ما قلتيش خيانة. ليه عملتي فيها كده؟ انت اللي عملت مش أنا. امشي امشي. مش هعرف مش هعرف عشان هبقى لوحدي، وانا مش عايز ابقى لوحدي، عشان انا على طول لوحدي، مش عايز اكتئب. انا اسف. هتطلع لك الشنطة فوق. لا لا عم خضر، بابا هيطلعها. يا عم خضر راح فين ده؟ أكيد نام، هاتي هيطلعها لك وخلاص. يا ابني لا، أنا ساكنة في السادس. أيوه لحظة، اللي على الباب. باشمهندس حسن، أهلا أهلا وسهلا. اتفضل يا باشمهندس اتفضل. هو حضرتك جاي تاخدوا الإيجار؟ لحظة واحدة. طب انت بتدور على ايه دلوقتي؟ على حاجة، اكيد هلاقي حاجة. هي بتنكر وجودها. طب هو تليفونها مش معاك؟ هي اللي بتتصل، هي اللي كانت بتتصل. مش يمكن فريدة دي مش موجودة اصلا؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة. فاكرة لما قلت لك ان انا فيها، فاكرة 15,000 جنيه اللي انا قلت لك كنت هجيب بيهم لابتوب؟ دول انا اديتهم لها. حسن، اللابتوب يا حبيبي موجود في الكرتونه بتاعته جوه الدولاب، صدقني زي ما اشتريته بالظبط.
في حد هنا ماما؟ انا مش شايف حد هنا. حسن يا حبيبي، انا كنت هموت لما ابوك مات. في حد هنا؟ واللي صبرني على عيشة هو انت. مش عايزك تروح مني يا حبيبي. مش عارف في حد هنا ماما؟ مفيش غيرك. مش حد ماما؟ مفيش غيرك يا حبيبي عشان خاطري. مفيش حد هنا ماما؟ مفيش حد هنا؟ حسن حسن ماما مفيش حد هنا؟ مفيش حد هنا ماما؟ ماما مفيش حد هنا؟ حسن مفيش هنا؟ كل حاجة زفت وكل حاجة غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني، انا مش هقول لك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قول لي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ رايت اوكي. انا ابني دايما بقول الحمد لله، ولا اقولها لك بالامريكاني يمكن تفهم. احنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. انا لو ابص للظروف زي ما انت بتبص ممكن اشوف فيها حاجات سيئه كتير وممكن اكثر. تعرف انت لو كنت بتدور في الظروف الصعبة اللي انت بتتكلم عليها ده، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوة كتير. بس المسألة دي بقى عايزة واحد بيشعر، بيحس بأم عظيمة زي أم سعيد، ست صبرة محتضنة ابنها شايلها، بتصرف عليه وعمره أكتر من 31 سنة لغاية ما ربنا يأذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف افندي، راجل الدنيا بهدلته يمين وشمال وهو صابر ثابت لم يفقد ايمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في امريكا حاجات حلوه كتير، بس دي مهضور عليها، ممكن نوصل لها في يوم من الايام. انما احنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، والا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. يو نو، انا جيت مصر وكنت فاكر ان انا هشوف الصوره اللي انا استاهلها. عشت في أمريكا 20 سنة وأنا حابس الصورة دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنة كنت بحلم باليوم اللي أنا هاجي فيه هنا عشان أشوف الصورة دي تاني. يا ريتني سبتها تتمسح. هو أنا وقتها ما كنتش هعرف بقى إيه الحلو أنا سبته والوحش اللي أنا جيت هنا شفته وعشته. وأنت جاي بعد 20 سنة تقولي الظروف
يا ست يا ست يا ست، انا عايز الورقه في الخراف بقى، انا عايز رملص. مش انت عايز الورقه؟ اه عايز الورقه في الخراف بقى. هم؟ خساره، خساره يا اولادي، يخسر على سنين عمر اللي قضيتهم في تربيتكم. في 60 داهية تعبي وشقايا وحبي وحناني عليكم، في 60 داهية. لا 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 لا، خلاص طيب، يتقطع لساني قبل ما ادعي عليهم. خلاص خلاص طيب، انا مش عارف انت بتتكلم عليا، بس خلاص دول ضنايا حتة من قلبي. انا يعز عليا قوي يفضلوا قلقانين مستنيين ان اموت عشان يتمتعوا بالفلوس. انا مش عايزه ابقى عامه في طريقهم. انا شبعت خلاص بالحياه. عايزك تقول لهم امكم بتحبكم قوي. قول لهم قلبي وربي راضي عليهم. اتفضلي يا هاني الورق. واذا كان على الورق، الورق اتفضل. اتشرفت قوي بمعرفتك. بص سعيدة خالص. طارق، ممكن تديني فرصة أفهمك؟ تفهمني ولا تكذب عليا؟ علشان خاطري. ليه كذبت عليا؟ أنا عملت لك إيه؟ علشان كنت بحاول أقرب لك. يعني يوم ما قلت لي انك حلمت بيا كان كده؟ كان حقيقه، بس بالنسبه لي كان حلم. ساره، بس ازاي ده انا كمان حلمت بيك؟ انا اللي وديتك المستشفى. حتى الحاجه الحلوه طلعت كده؟ اوعدك انه اوعدك ان كل حاجه بعد كده هتبقى حقيقه، صدقيني. سارة، مش مصدقاك، انت كذاب. اهو يا فندم، الكيانه حضرتك عارف كويس قوي عقوبه التجسس على العملاء. حضرتك محل الشؤون القانونيه انت والانسه نجوى، لانك عشان تعمل العمله السوداء بتاعتك دي. نجوى ملهاش دعوه، انا اللي دخلت الاوضه من وراها. تعتبر نفسك فيها غزه مفتوحه لغايه ما تبدل في التحقيق. اتفضل. انا وقت الرؤى نايم بتاخد. مش قادر، مش 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 قادر. معتز يا حبيبي، معتز. مش قادر معتز. مفيش اخبار من الشغل عندك؟ بيحققوا في ايه؟ جريمه قتل. طب اقول لك ايه، ما تيجي نسمع صاحبك بيقول ايه. انا كنت عايز اسمعه. نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. اهلا ريهام، ازيك؟ بقالنا كتير ما سمعناش صوتك، اخبارك ايه؟ انت مره قلت لي لو جالك الحب تمسكي بيه، بس انا من رايي حتى لو جالك الحب ده ابعد عنه. ليه يا ريهام بتقولي كده؟ علشان الحب ده طلع وهم كبير. مفيش حاجه اسمها حب. انا لو فكرت اتجوز هتجوز جواز تقليدي عادي، يعني غير حب. الو ريهام، انت معايا على الخط؟ اعتقد الاتصال اتقطع، لكن خلونا نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيك. طارق او عمر، يعني اختار اللي يريحك. ايه يا عم مالك مغمقها ليه؟ لان انت مش حاسس باي حاجه. امال فين بقى التسامح عن الحب، التسامح في الحب اللي انت كنت بتقوله كده؟
موجود يا طارق. ما هو انا عايز اقول لك انه الواحد ممكن يكذب، بس ما بيبقاش عارف انه بيكذب. انا كنت عارف ان انا بكذب، بس انا مش ما قدرتش اقولها، كنت خايف تضيع مني. وبعدين هي كمان بتكذب، هي ما بتقولش اسمها الحقيقي لما بتتصل. انا بحبها. الو، انا بحبها. الو 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 الو. اعتقد الاتصال اتقطع، ولكن الو يا طارق او عمر. الو اعتقد انك سمعت. اكيد قفل يا طارق، اكيد قفل. سامعني؟ معلش. لا ما قفلش. بقول لك يا اخي قفل، اسمع الكلام. قفل. الحب حاجه غريبه. ليه قفل؟ هو النهارده جمعة ولا ايه؟ ليه قفل؟ ليه؟ قفلت ليه؟ قفل يا اخي، اسمع الكلام بقول لك. قفل. يا طارق، يا طارق، ما ردتش عليا ليه؟ ها؟ ما ردتش عليا ليه؟ ما ردتش عليا ليه؟ ارجع ارجع يا اخي، بقول لك. ما ردتش عليا ليه؟ ما ردتش عليا ليه؟ حرام عليك يا اخي، انت المظلوم. انا بقول لك انت المظلوم. لا مش حاسه. استنى يا طارق، انت رايح فين؟ سنة بتحبني أنا؟ سنة بتحبني أنا؟ أنت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم، بس أنا عايزك تسألها هي. يا سارة، يا سلو، اسأل مين؟ اسأل سارة. إيه اللي هيجيبها هنا؟ هي هنا. سارة أهي، اسألها. مين دي؟ فين سارة؟ يا مان، دي سارة اللي أنا بدور عليها، مش سارة اللي أنت لقيتها وخبيتها. So bad يا مان، so bad. إيه؟ دي سارة اللي أنت كنت بدور عليها؟ أنت متأكد؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا آسف على الكركبة اللي أنا عملتها لكم. والله أنا نفسي أبوسك، بس أعذريني، أنا مرتبط أصلي، مش عارف أقول. لا أنت مش هتصدق بقى أنا لقيتها فين. كانت متجوزة واحد صاحبي الهانم، الوحيد اللي ما دورتش عنده. طب أنت ليه عملت معايا كده؟ عشان كان ممكن تطلع هي يا مان، ومبروم على مبروم ما يرلش. يا مان واطي أنت. طروق، بموت فيك والله. طبعا مروق نفسك وبتحط برفان وانا دايخ عليك. رحت لك عند ساره البيت وما لقيتهاش. كنت فين؟ ساره طلعت مش ساره معتز. ساره طلعت مش ساره. ايوه ما طلعتش ساره اللي بيدور عليها زفت التين اللي اسمه فادي ده. نعم، قلت لك 100 مره انسى الموضوع ده. انساه بقى يا اخي، انساه. قول لي بس شكلي كده كويس ولا غير القميص ده؟ انا ما كنت عايزك قوي، بس انت حاطط المكوى فين يا اخي؟ هنروح لها بقى يا زيزو. ساره ولا عند ادهم في البيت. طب ما ايه المشكله؟ ما انا عارف بيت ادهم ده فين، هروح لها هناك. ساره اتخطبت لادهم. طارق انا اسف، بس كان لازم اقول لك. بس انا نفسي اشوفها. طارق انا عايزك تهدى وتسمعني. هنا انت حد جميل قوي، اوعى تعمل زيه والدنيا تاخدك ومفرقش معاك اي حاجه. هي قالت لي انا ما بتحبش ادهم. لو كانت بتحبك كانت سامحتك. بس انا جرحتها، انا جرحتها معتز.
ادينا وصلنا اهو. ايه ده بقى؟ مش عايز توتر. هتشوفها هتشوفها، فاهم؟ استنى بقى، استنى استنى استنى، انا جاي معاك. رايح فين؟ طالع الاسعاره، طالع الاستاذ ادهم. اقول له مين؟ اقول له اقول له طارق الوكيل. طب استنى، اقول له طارق الوكيل. ثواني، انت بتعمل ايه؟ استنى لما تنزل يا عم. هو ما هو لما يقول لها ما هتخليني اطلع، هي هتخليني اطلع. ما هو محدش بيرد. يعني ايه محدش بيرد؟ ما ينفعش. خلاص يا طارق، انت هتخلي مع الراجل خلاص. في المرة دي ضاع من عمري سنين في الخوف، مش هكون انسان عادي، انا هتحدى اي ظروف. انا مش هخاف المرة دي ضاع من عمري سنين في الخوف، مش هكون انسان عادي، انا هتحدى اي ظروف. هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت، هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت. هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت، هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت. ولو ايديكي ما لمستش لهفتك عليا، حاجات كتير يا باشا بتحصل في السجن وما ينفعش السكوت عليها. ايه يا هانم؟ مش ناقص. معقول يا باشا مش عارف كل اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ خلصني. الناس كل اللي طلعها من السجن على المستشفى. ماله الزفت؟ ادهم بدله بواحد تاني بعد سيادتك ما مضيت له تصريح الخروج. يعني في مسجون هرب وتغير بواحد تاني. مصيبه هتدمر كل اللي انت بنيته، الاسم والسمعه والبيت وكل حاجه. اسمع يا هانم، انا عايز اقول لك على حاجه. انا لما حصلت الحادثه وسالوني، بص يا عم، انا ماليش دعوه بده كله. يعني ايه مالكش دعوه؟ مش دعوه يا اخي. يعني ايه مالكش دعوه؟ انا عايز افهم. انت اللي مش عايز تفهم. انا ماليش دعوه بكل ده، كل ده غصب عني. انا هقول لك على حاجه. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا خليني بره اللعب، خليني بعيد احسن. انتوا شويه ظباط في بعض تعرفوا تتصرفوا. ظباط وظباط. وانت مش ظابط ولا ايه؟ مش ظابط يا اخي، مش ظابط. حتى لو ما كنتش ظابط، لو اي بني ادم عادي، ما ينفعش تسيب كل ده يعدي من تحت ايديك. المسجون اللي هرب ده واخد حكم عشان سرق. الراجل ده مد ايده بجيبي وجيبك وكل جيب في البلد. صدقني يا باشا، الموضوع مش محتاج لظابط ولا حاجه، الموضوع محتاج لبني ادم، بني ادم جدع. مالك يا رياض؟ في ايه تاني؟ برضه هتنام لوحدك؟ اصل ما ينفعش. انا هتقولي تاني الحادثه والعمليه؟ لا، ما هو انا عايز رياض.
للدرجه دي؟ انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. انا اسفه، انا اسفه قوي. تصبح على خير. خليتيني زي طبق الكوتش كوتشي. انا حفرتك ليك بغالي موتشك. هخلي الدكتور يحضر يخلصلك على حته موتشك. انت ولا انت عايزه مني ايه؟ انا هكلمك ليه؟ انا مستريحه. انا مستريحه. انت ازاي دخلت هنا؟ دخلت زي ما دخلت يا ست الدكتور. بصيت من الارض رشحت على الحيطه. احمد ربنا انك لسه عايش. وانا كده عايش. انا كده عايش. اتجننت؟ ده على واجب. ده انا حمار مضيك الارض، حمار مضيك الحيطان، همسكك من الضفاير اللي عاملاها دي يا ست الكتكوت، وهمسح بيك الزحف. انا هعملك زعافه، زعافه هشد بيكي العنكبوت. اسمع، انت لو ما خرجتش بره دلوقتي انا هندهلك الامن. هيعملوا ايه يعني؟ اقول لك على حاجه، شيل مخ المره دي وحط طلب كبده بالسلطه. ده انا هفرتكك. هرعبك كده. انا هديك انصروفك قرصي من ابوخك عشان ده ممكن اخبطك باي حاجه، بس خايفه على العمليه يا غبي. ما تصعبش عليك غالي. انا بقى، انا بقى اللي هعمل لك العمليه. عارفه العمليه تعديل؟ عارفها ولا مش عارفها؟ هطرفك مطوه من فوق واعور واخلع نفوخك واحطلك نفوخ تاني تصحى الصبح تلاقي نفسك بقيتي بنت خالتك، يعني انا وانتي هنبقى اتنين غيرنا. انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تحسبها حسبه تانيه. حسبه تانيه اللي هي حسبتها تبقى ازاي؟ حسبة مراتي اللي مش مراتي، ولا بنتي اللي مش بنتي، ولا شغل اللي مش شغلي، ولا شرب اللي مش شرب، ولا اكل اللي مش اكل، ولا البيضة ولا الفرخة. حرام عليك يا شيخ، خسرت حياتي ليه؟ انا مين؟ انا ابص ايدك، انا مين؟ انت مش رياضي. انا مش رياضي ولا اللمبي. يا لهوي على سنين السودا. انت عارف انت احسن من الاثنين. فكر فكر، ربنا خلاك كده ليه؟ تعرف انت لازم تعمل. مشوار لزنزانة 74. اشمعنى 74؟ اصل دي السنة اللي انا اتولدت فيها. وبعدين مش شغلك. مش شغل يعني ايه؟ وطي صوتك، المساجين نايمين بقوا يناموا بمعاد الوقت ويصحوا بمعاد ادهم. ادهم؟ الظاهر انك نسيت نفسك. انت اللي نسيت نفسك ونسيت ان انا هنا مدير السجن، وانت الظابط هنا تحت طوعي. الشويتين دول تعملوا مع اي حد غيري انا؟ لا لا، اعمل عليك الشويتين دول وعلى اي مخلوق في الدنيا، وعلى السجن تمن بصلاته بظباطه بدبابيره بغربانه. وعشان اجيبك من الاخر وتفكر ان انت لو ذراعي، اثبت ان انا مش انا. ابي اسم رياض. رياض باشا الانفرادي، اقوى مدير سجن حصل. انت اللي علمتنا يا باشا،
انت اللي علمتني ازاي وامتى ابقى رياضي وامتى ابقى اللمبي. مش هو ده علامك؟ ده لما تقف قدامي تقف انتباع من حديد. انتباع تمام يا حاجة. تمام بس يا مدام سعادتك بقى بقيت رياض باشا، احب اقول لك ان مفيش حاجه تكمل في الموضوع ده الا بامرك انت وامضتك موجوده على كل ورقه. يعني هتشرف السجن، هتشرف السجن. يم 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 ايه ده؟ سادة فزعتني؟ لا وانت اترعبت منك، اترعبت منك وركبه بتخبط على الجيران. ولا ياكل معايا الكلام اللي انت بتقوله ده، بالعكس ابسولوتلي. احب اطمنك يا سعاده الباشا ان انا مولود في السجن من ايام ما كانوا عاملين زنزانه للناشئين. ابني اسمعني كويس يا ابني، افهمني، انت كده هتبوظ الحكايه كلها. الناس مستعدين يدفعوا لك الفلوس اللي انت عاوزها. مش عايز فلوس، ما بحبش اخد فلوس حرام مش من حقي ومسروقه كمان. انت اللي بتتكلم عن السرقه؟ مش عارف ما كنتش جاي مسجون في سيرة عمك. حقي حقي ومش عايب الناس على حقي. اسكت. عاوز كام؟ مش عاوز فلوس. امال عايز ايه؟ عاوز ابقى محترم يا اخي. غبي. احترامي يا ابني اللي بتتكلم عنه. انا قدامك طول عمري محترم وبكافح. عملت ايه؟ الناس حواليا بتهلم وبتعرف فوق وانا بنزل تحت 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 تحت. لما بقيت تحت في البيت وفي الشغل وفي الشارع بقيت برقانة بدرجة تانية. المعروف لابني انا مستني الفرصة دي بقالي كتير. الله يجب ساعدني يا ابني. بعشت طول عمرك عشان مستني الفرصة تبيع فيها نفسك. يا راجل راجل ده انا مستني نص فرصة عشان اشتري نفسي. افتح الزنزانة يا ابني. افتح. خلوا الرصاصتين يسلموا على بعض. اقروا اختار الزياد. بطل يا انت وهو. قلت ما انت. قلت له ايه؟ قال لي اللي كنت عاوز اعرفه منك يا ادم. ايه؟ يعني ايه؟ هخرم لك كتافك. امنع كلام. اهلا. لو فتحت له حاجه لك يا ادم. يا باشا. مش عايز نفس على السجن. كل ارجع على سريره. ارجع على سريرك. عرفت حاجة يا باشا؟ فاضل نص ساعة بتاعها. يبالك الداخلية؟ المسجون ده بتاعها انا. هذه هي القضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها. فالجاني يا أستاذ خلص بقالك أربع ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيد الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صاحبي، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها مش واحد ومراته. والعيش والملح يا سعادة الباشا لو الحق. التتة دي ما تتعشرش، دي مبهدلة أختي آخر بهدلة. أخت منار هي جوزها الأستاذ رؤوف، راجل محترم يا باشا. دي مربيه كلام مسعور عندها في البيت. السبع ده الواحد واربع عقل طايره منه. ده غير لما اخذ اللي انا اتعضيت. بس اقول لك يعني مش موضوع، انا حقي وهاخده على الطلاق. اللي اخده لما اخذ سعاده الباشا. على اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كانوا عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك جات لي مكتبي طالبه تاخد مرتباتهم بايديها يا فندم. حضرتك انا ولعت صوابعي العشرة شمع ومفيش فايده. أكلمها بالهداوة تشخط وتنطق، أعمل لها صفرة مليانة أكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك إحنا حياتنا كئيبة قوي، معيشانا زي ما يكون ميت لنا ميت.
يا فندم احنا في عز الشباب، عايزين نعيش زي ما احنا عايزين مش زي ما هي عايزة. مساء الخير يا ريس. حضرتك يا فندم، يعني سوري ان انا يعني متردد شويه لان انا ما كنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياه يعني اخر مرمطه، ومش حضرتك السنه دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مرمطه 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 يعني، وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معاملة حضرتك يعني مش يعني سوري مش قادر اقولها في المحكمة، بس حضرتك يعني امراتي حامل الحمد لله عقبال اولاد حضرتك، وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه الله يرحمه قال لي انت لازم تكون قدوة فحضرتك فكر معايا يعني تكون قدوة لمين؟ للناس اللي قاعدة دي حضرتك اكيد لولادي صح؟ ازاي حضرتك ابقى قدوة لولادي وانا بتعامل معاملة دي يعني؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوري يعني بطلتش قفا يعني الحركات اللي انا متضايق من تيتا عشان اعتقد ان ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي وما كنتش عايز اقف في الموقف ده. انا اسف ان خدت من وقت حضرتك كتير، شكرا قوي. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي. إذا كان أولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي إحنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. أنا عندي 85 سنة يعني رجلي والقبر، ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي، وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد. معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض؟ سور بين الولد وامه، وسور بين البنت وابوها، خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. غلط ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته؟ يمكن أنا عصبية شوية، لكن والله العظيم أنا أملي في الدنيا إنهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك، أنا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقد أهو، ربنا يهنيك أنت ومراتك. خير يا دكتور؟ طمني استاذ رؤوف. ايوه فاهم. تقول لحضرتك ما تنساش تاكل كلاب. حاضر حاضر هاكل الكلاب هاكله. اللهم صل على النبي بارك النبي بخير. اللي زي تيتا دي متاسسه على قديمه. عايز حاجه رؤوف؟ شكرا يا ابويا. عايز فلوس؟ ربنا يخليك يا ابويا. بيت خلي بالك من جوزك حاجنين عليه. ربنا يخليك. سلام عليك. سلام رؤوف هبكلمك. ها ماشي متشكر قوي متشكر قوي. حتى وهي تعبانه اكل الكلاب واوضات اوضات. بس البيت فاضي يا رؤوف. يا الله تسم ايدك يا هونه. اتفضل. حطيتي ملح؟ خدي حبه. لا ليه؟ ما بحبوش. سبحان الله احلى واحده تعمل فشار ما تحبش الفشار. بقول لك يا منى بكره ان شاء الله تيتا هتخرج من المستشفى، عايزين بقى نستقبلها باكله طوم عظمها. هنزل اجيب لها شويه بتلو وهي بتموت في البتلو حبيبتي، واجيب لها بطايه. حيلك حيلك ايه ده كله؟ تيتا ملهاش في الهيصه دي. انا عندي فرخه في التلاجة اسلقها ونعمل شويه شوربه خضار. اوكي. بقول لك ايه؟ احنا خلاص هيبقى عندنا عيل، لازم نعقل شويه نصرف في الاساسيات وبس، وما نقعدش نجيب في حاجات ملهاش لازمه. حاضر يا منى. انت حاضر يا منى؟ مش ناقصه الزعيق، ما صدقنا ان احنا شويه من الزعيق. خلاص احنا شكلنا كل ما فكر غلط يا حبيبي. ما هي كانت عصبيه قوي بصراحه، خليتنا فهمناها غلط. بس تصدق هي وحشتني. ما تقلقش انا هفرفشها لك. ايوه يا نهار اسود نسيت اكل الكلاب. كلاب كده بردك يا رؤوف؟ حرام عليك بقى، وانا كل شويه هقعد انضف. ايش هيك يا منور؟ ايوه. لو سمحت هي الحكه اللي كانت جوه نقلتوها اوضه تانية ولا لسه جوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله.
ماتت وهي زعلانه مني ومراها. كان نفسي اودعها بس انا عارف ان هي كانت بتحبني وانا والله بحبها، بس ما كنتش اتصور ان انا بحبها قوي كده. هو ليه مناه انسان بيشوف الوحش بس؟ الست دي كانت عصبيه وبتتنافس، بس ما كان لازم تربيني. امال مين هيربيني؟ الناس الكبار دول مناه دول حاجه كبيره قوي ما بنحسش بيها لما تروح مننا. الله يرحمك يا تيتا. الست دي يا منى هي اللي خلتني بني ادم. يا حيوان انت فين يا حيوان؟ رؤوف ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الاوضه لوحدي؟ جايبني في مستشفى زباله ما بيفهموش اي حاجه في الطب، ادوخ شويه يدخلوني الانعاش؟ كفايه والنبي يا تيتا كفايه. الحمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا يلا نمشي، يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف. طيب يا رؤوف ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي افندم ابقوا تاكدوا من المعلومات قبل ما تمططونا. حضرتك تقصد الحاجه راويه؟ انا كان قصدي واحده تانية خالص. الحاجه راويه دي صحتها بومب تشيكين. يلا يا حيوان.